وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الأستاذ يحيى السنبل. أهلا ومرحبا بك الشيخ يحيى. بداية، هنالك حرائق بالعشرات في حقول الحنطة والشعير في عدد من المحافظات، بما تفسرون تكرار ظاهرة حرق محاصيل الحنطة والشعير قبيل مواسم الحصاد؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله وبياك. أخي الكريم، ما يجري من عمل ممنهج لتدمير الثروة الزراعية العراقية بعد أن دمرت الصناعة ولم يسمح لأي معمل بالعمل في العراق، وبعد أن دمرت الثروة السمكية الذي أعلن العراق في وقتها أنه كاد يكتفي من منتوج الثروة السمكية، وقد تم تدمير هذه الثروة بشكل كبير وفظيع في كل أنهر العراق، وإضافة إلى أن العراق لم يسمح له حتى بإنتاج المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تسده من المواد الأساسية كالطماطة والخيار والبطاطا، ولكن هذه المرة تم تدمير محصول الحنطة ليبقى العراق معاقا ويحتاج إلى هذا الجار السيء الذي يريد التنفيس عن حصاره، باعتبار العراق هو السوق الرائجة أو السوق التي يمكن أن تستهلك ما ينتجه من محاصيل زراعية أو مواد صناعية فاسدة. لذلك هذا العمل يعتبر ضمن الأطر التي انتهجها النظام الإيراني في تدمير الثروة العراقية والصناعة العراقية والزراعة العراقية، وسيأتي على كل شيء ما دام هو المتحكم في مفاصل إدارات الدولة في الزراعة والصناعة والطاقة وغيرها. إذا أنت تتفق مع وزارة الزراعة عندما قالت أن هذه الحرائق هي حرائق ممنهجة؟ نعم أخي الكريم، هذه حرائق واضحة، وإلا كيف يمكن أن تحرق اليوم في كركوك وفي نينوى وفي صلاح الدين وفي الأنبار وفي المناطق القريبة من بغداد؟ كل ذلك هذا عمل ممنهج ومدروس لتدمير الثروة الزراعية وخصوصا مادة الحنطة التي يمكن لهذا الفلاح أو المزارع أن يستفيد من هذا الإنتاج. طيب، لذلك عندما قطعوا الأنهار ودمروا الزراعة جاءت خيرات ربك من خلال الأمطار، ولكن يريدون إفقار هذه المناطق وتدمير هذا المحصول من أجل شراء المحصول من هذه التجارة، من أجل رفع مستويات الاقتصاد الذي انهار عندها بسبب الحصار المفروض عليه. طيب، إذا كانت هذه الحرائق ممنهجة كما تقول وزارة الزراعة، إذا لماذا لا تتخذ التدابير اللازمة بإبلاغ الجهات الأمنية المعنية أو اتخاذ إجراءات من يعني تحد من هذه الظاهرة، لا سيما أن هذه الحرائق ليست الأولى؟ أخي الكريم، لا يمكن للأجهزة الأمنية، مفاصل الدولة كلها مسيطر عليها من الجهة الإيرانية أو من قبل الميليشيات الخاضعة لإيران، لذلك لا يمكن القيام بأي عمل، بل حتى الزراعة لا يمكن أن تشتكي بهذه الطريقة، لأن المسؤولين الزراعيين هم يخافون على أنفسهم من تقديم مثل هذه الشكوى. ولو كان الفاعل غير هؤلاء الميليشيات أو غير هذه الجارة لكان رأيت الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها لمنع هذه الحرائق. لذلك المواطن هو من يسعى أو يقوم بمراقبة محصوله الزراعي لحين وصوله إلى منافذ البيع أو تسليمه إلى الجهة التي تحصل في وزارة التجارة أو وزارة الزراعة من أجل تسويقه إلى المطاحن. الآن أصحاب المزارع هم من يراقبون محصولهم، هم من يقفون على محاصيلهم لمنع عمليات الحرائق، ولذلك أصبح من الواضح جداً بأن وزارة الزراعة وموظفيها لا يشتكون إلى الأجهزة الأمنية، لأنهم عارفين حقيقة إن من يقوم بهذا العمل من هو ضمن المنظومة الأمنية ولكن يخضع للأجنبة الإيرانية. طيب شيخ، يعني وزارة الزراعة تقول أن هنالك من يدبر هذه الجريمة دون أن تسميهم، أو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي هي من قال ذلك، أن هناك من يدبر هذه الجريمة دون أن تسمي هؤلاء، عدا إيران من المستفيد داخليا برأيك في إحراق هذه المحاصيل؟
المستفيد داخليا أيضا أولئك الميليشيات الذين لم يحصلوا على أتاواتهم من خلال هذه المحاصيل الزراعية، بل هم منعوا الناس، ولكن الأمطار التي جاء بها الرحمن الرحيم هو الذي رحم البشر أو رحم العراق بهذه الثروة الزراعية. لذلك المستفيد هنا هو الجانب الميليشياوي، إضافة إلى عدم صرف المبالغ إلى هؤلاء الفلاحين بسبب حالة الفساد المستشري الموجود في أجهزة الدولة. إضافة إلى إيران. لو استمرت هذه الحرائق، ما توقعاتكم لرد فعل الفلاحين والأهالي، لا سيما أن هذه الحرائق يتضرر منها الفقراء بالدرجة الأساس؟ نعم، أن هذه الحرائق يتضرر منها جميع المجتمع حقيقة، وإضافة إلى كون هذا الفلاح الذي يكرس كل حياته طوال العام من أجل هذا المحصول. نحن نرى بأن يمكن أن تكون هناك ردة فعل، وخصوصا بسبب، ولكن بسبب أيضا هذه السطوة الميليشياوية الكبيرة التي تسعى لعدم وجود أو عدم إنتاج ردة فعل ضد ما يجري للسلطة. لذلك ترى السلطة تكيل الاتهامات في بعض الأحيان إلى جهات أخرى، ولكنها هي المسؤولة أمام المجتمع أولا وأخيرا عن حماية المجتمع وعن حماية ثرواتهم وعن حماية مقدراتهم. كان معنا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.